عبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، أنبياء الله الذين هم أذكى الخلق وأعقل الخلق وأحلم الخلق عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين أمرنا بالاقتداء بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى ذكره: واتبع سبيل من أناب إلي. فلا شيء من قصصهم، وقد تقدم ذكر نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم في مطالع سورته المباركة، يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبيه وعلى جده وعلى جد أبيه وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين. آل أمر إخوة يوسف مع يوسف عليه السلام إلى أن ألقوه في غيابة الجب، وهنالك جبر الله خاطره كما سلف. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فألقي يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ألقي في غيابات الجب في قاع بئر عميق سحيق، ومن ألقاه؟ إنهم إخوته، عياذا بالله من الحسد. فالحسد سبب في تقطيع الأرحام، آل بابن آدم الأول إلى أن قتل أخاه، آل بكفار قريش إلى الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معللين ذلك بقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. آل باليهود إلى الكفر كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حاسدا من عند أنفسهم. فانتبهوا أيها الإخوة وعالجوا أنفسكم من هذا الداء العضال الذي يفتك بالأفراد ويفتك بالجماعات ويفتك بالشعوب ويفتك بالأمم، ألا هو داء الحسد، عياذا بالله منه. فمن وجد في نفسه شيئا من هذا الداء فليسأل الله أن يعيذه منه، وليدعو للناس بأن يبارك الله لهم وأن يحفظ الله لهم عافيتهم وأموالهم وأبدانهم. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. بعد أن ألقوا أخاهم في غيابة الجب تأخروا إلى العشاء، تأخروا حتى دخل الليل، تأخروا حتى دخل الليل كي يوهموا أباهم أنهم بحثوا عن أخيهم، وبذلوا الجهد طول النهار في البذل عن أخيهم، وكي يدلسوا على أبيهم كذلك. فإن الشاعر قال: إذا اشتبكت دموع في خدود فقد ظهر من بكى ممن تباكى، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. أقول إن الله قال: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فليس كل بكاء دليل على الصدق، ليس كل بكاء دليل على الصدق، بل قد يكون البكاء دليل غش ودليل كذب ودليل تدليس. فليس كل من بكى
يعد صادقا، بل قد يبكي مدلسا غشاشا. وهي الآية الكريمة: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، إنا ذهبنا نستبق. ففيه جواز المسابقات، ولقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فسبقها مرة وسبقته مرة، سبقته أولا ثم سبقها بعد أن حملت اللحم، وقال هذه بتلك، وقال وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيول المضمرة والخيول التي لم تضمر. فهذا إشعار إلى أن المسابقات لها ضوابط، فما ترك شيء إلا وقد بين أمره في ديننا. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا أيحرص لنا ملابسنا وأمتعتنا، فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فلحن القول يفيد أن الأمر ليس كما قالوا، وذلك من قولهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فقولهم بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، وقولهم ولو كنا صادقين إشعار بأنهم كذبوا. مصيبة حلت بيعقوب صلى الله عليه وسلم، خبر مزعج أتاه: إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. خبر يرجف، خبر مزعج. يوسف العزيز على أبيه الذي أحبه أبوه حبا عظيما يأكله الذئب. قال يعقوب عليه السلام وقد شعر بكذبهم، وقد شعر بحيلتهم، وهو نبي والأنبياء أفهم الناس، يفهمون من لحن القول. قال أبوهم، أو قالوا أيضا، قال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي بدم مكذوب ليس هو بدم يوسف صلى الله عليه وسلم، وجاءوا على قميصه بدم كذب. وسبحان الله، القرائن يعمل بها، فقميص لم يمزق، هل الذئب يمكنه أن يستخرج يوسف من القميص وأن يعريه من القميص دون أن يظهر في القميص، أو دون أن تظهر آثار أسنان الذئب في القميص؟ هذا ذئب يبدو أنه ذئب كريم، ذلك الذي يدعى أنه أكل يوسف، كيف خلع ملابس يوسف ولم يصبها بأي أذى ولا بأي مكروه، ولم يخدش الثوب ولم يمزق الثياب وأكل يوسف؟ إنه ذئب، إن صدقوا، ذئب في غاية من الذكاء. ولكن إنها الحيل التي تظهر عواقبها السيئة نتيجة المعاصي، فصاحب المعصية لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يتقن الكذب، بل تصدر منه زلات وهنات تبين كذبه وتظهر عورته وتظهر سوءته. قال أبوهم يعقوب عليه السلام: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل حسنت لكم أنفسكم أمرا، وزينت لكم أنفسكم أمرا، ولكن ما الحيلة؟ فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل لا شكوى معه إلا لله، صبر جميل لا يصحبه تسخط على أقدار الله. فإلى من أشكو أبنائي، إلى من أشكو أبنائي وهم الذين أخذوا مني ولدي، إلى من أشكوهم؟ أأشكوهم إلى جار يتربص بي الدوائر،
أم أشكوهم إلى بعيد يتجهمني، أم أشكوهم إلى شامت يشمت بي؟ وكما قال القائل: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإن رميت يصيبني سهمي، أشكو أبنائي إلى من؟ الشكوى إلى الله صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. والله هو الذي يطلب منه العون على هذا البلاء الشديد وعلى هذا الكرب العظيم، على اختفاء ولدي وعدم معرفة بمصيره، أين ذهب ولدي؟ الله المستعان على ما تصفون. يقول أهل العلم: لقد من الله سبحانه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما لم يمن به على الأمم من قبلها، فمن الله علينا عند المصائب أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يتأتى لنا الأجر، كما قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولو كان يعقوب عليه السلام يعلمها لقالها، ولكنه قال: فصبر جميل، صبر لا تبث فيه الشكوى إلا لله سبحانه وتعالى، لا تبث فيه الشكوى لأحد من الناس، فصبر جميل، والله المستعان أي الذي يطلب منه العون على ما تصفون. قال تعالى: وجاءت سيارة قوم يسيرون فأرسلوا واردهم، أرسلوا من يبحث لهم عن الماء، فذهب هذا الوارد إلى البئر التي ألقي فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى البئر التي ألقي فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، فأدلى دلوة، أدلى دلوة، أدلى الذنوب الذي يغترف بها، الإناء الذي يغترف به الماء، تعلق به يوسف عليه الصلاة والسلام. فسبحان من أرسل السيارة إلى هذا المكان، سبحان من أرسل السيارة إلى هذا المكان في هذا التوقيت. إن الذي أرسلهم هو الله، فما من شيء يجري في الكون إلا بإذن الله وإلا بتدبير الله، والله سبحانه وتعالى ليس بغافل وليس بساهٍ عما يحدث. قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، تعلق يوسف عليه السلام بالدلو فاستخرج، فقال هذا الوارد: يا بشرى، يا بشارتي، تعالي يا بشرى، فهذا مقامك، هذا أوانك، هذا طفل وضيء جميل لم يرى قط مثله، لقد أوتي عليه الصلاة والسلام شطر الحسن. قال: يا بشرى، هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. أخذوه في السر كبضاعة تباع وتشترى، ولكن ربي ليس بغافل عما يحدث ليوسف عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أما قوله جل ذكره: وشروه، بمعنى باعوه، فمن الذين باعوه؟ هل الذين التقطوا وهم السيارة مع الوارد؟ السياق يفيد ذلك، ولكن درج كثير من أهل التفسير على القول بأن إخوة يوسف كانوا يرقبونه عن كثب، كانوا يرقبونه، فلما رأوا السيارة استخرجته، الوارد استخرجه، أتوا إليهم مسرعين، قالوا: هذا عبد لنا قد أبق، أي قد هرب، فباعوه لهم بثمن بخس. والسياق لا يفيد ذلك، وإن كان من أهل العلم من تكلم بهذا، ولكن القول الأول أوفق وأقرب للسياق، أن الذين شروه بثمن بخس، أي الذين باعوه بثمن بخس، هم الذين التقطوه. وكيف زهدوا فيه؟ الله سبحانه هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يقلب القلوب،
سبحانه وتعالى، فهم هو الذي قذف في قلوبهم الزهد في يوسف عليه الصلاة والسلام، وشروه بثمن بخس، أي بثمن، أي باعوه بثمن قليل جدا مبخوس. فاستدل بعض العلماء على هذا بجواز، استدلوا بهذا على جواز بيع الشيء العظيم بثمن قليل حقير، كذا استدل البعض. هناك في مسائل الفقه مسألة يقال لها الغبن الفاحش، فالسلعة ترد به. إذا كانت هذه السلعة مثلا تباع في السوق بجنيه وأنت بعتها لي بألف، فعندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا النص قد يفيد، لكن الغبن الفاحش تضمن غشا، تضمن غشا، ففي هذه الحال ترد السلع عند كثير من الفقهاء بالغبن الفاحش. قال تعالى: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، أي دراهم قليلة، فقوله معدودة أي قليلة، ومنه قوله تعالى أياما معدودات أي قليلات. وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصى، أي كلاما قليلا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، أرادوا التخلص منه بسرعة، ولكن شاء الله وقدر أن يقع يوسف عليه السلام في يد عزيز مصر آنذاك هو الذي اشتراه. فسبحان الله، يوسف الصديق، يوسف الصديق يباع في الأسواق بيع العبيد، وهو الحر، ابن الحر، ابن الحر، ابن الحر الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يباع في الأسواق بيع العبيد وبثمن مبخوس، وهو الذي أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام. انتقل من فتنة الحسد، حسد إخوته له، إلى فتنة الإلقاء في الجب، إلى فتنة أخرى وهي دخوله قصور الملوك، قصور الوزراء، ولكن دخل القصر على أنه عبد من العبيد، عبد مسترق اشتري من الأسواق، هو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، بيع في الأسواق بيع العبيد. قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر، وهي مصرنا التي هي بلاد مصر الآن، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه، أكرمي مقامه، وأحسني إليه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أو نتخذه ولدا. قال جمهور المفسرين: كان هذا العزيز الذي اشتراه لا يولد له، فقال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا بمنزلة الولد. وكذلك قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف جعلناه ممكنا في قصر هذا الوزير، وكذلك مكنا ليوسف وفي الأرض، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. علمه الله سبحانه تفسير الرؤيا، علمه الله تفسير الرؤيا، فالمعلم من علمه الله، وهذا العلم علم تأويل الرؤيا أصله من الله. ثم أيضا بالاطلاع على الوارد في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، يستطيع الشخص بإذن الله أن يقوي ملكته في هذا الباب، أن يقوي ملكته في هذا الباب. قال تعالى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. ما المراد بقوله والله غالب على أمره؟ هنا قولان للعلماء: أحدهما الله سبحانه إذا أراد أمرا سيغلب الخلق كلهم، وأمره يمضي وأمره ينفذ، فغالب على أمره، غالب على أمر نفسه، غالب الخلق وينفذ في الخلق أمره عز وجل. وهذا بلا شك معنى صحيح وواسع. وإن كان من العلماء
من ضيق المعنى هنا في هذا المقام مع إقراره بالمعنى العام الأول، قال والله غالب على أمر يوسف صلى الله عليه وسلم، فمهما أراد به الكائدون ومهما دبر له المدبرون فالله سبحانه وتعالى غالب على أمره في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام. الذي يريده به هو الذي سيكون، مهما كاد له الكائدون ومهما دبر له المدبرون. قال تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتقل يوسف من بيت في البادية هنالك إلى غيابة الجب، إلى أن انتقل إلى مصر وبيع في أسواقها بيع العبيد، واشتراه عزيز مصر وزير من وزرائها، وزير المالية القائم على خزائن الأرض آنذاك. وقيل وكانت خزائن الأرض بمصر لخيراتها وبركاتها آنذاك، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم علم من تأويل الأحاديث عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، آتيناه فهما وآتيناه علما. وليس هو فقط، بل وكذلك نجزي المحسنين، فكل محسن يجازيه الله ويكرمه الله. وحتى تخرج القصة من حيز الخصوص إلى حيز العموم، قال تعالى وكذلك نجزي المحسنين، فالمحسن يجازيه الله عز وجل نبيا كان أو غير نبي، على درجة الإحسان يجازى أهل الإحسان. فإذا كنت محسنا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكرمك ويجازيك خير الجزاء. فإن الله لما بين منته ونعمته على يوسف قال وكذلك نجزي المحسنين، فأدخل نفسك يا عبد الله وأدخلي نفسك يا أمة الله في عداد المحسنين والمحسنات، واعلم أن الله سيكرمك ويتولاك ويدبر لك أمرك تدبيرا أفضل من تدبيرك لنفسك. وكذلك نجزي المحسنين. ابتلي يوسف عليه السلام بفتنة القصور، بفتنة القصور، وابتلي بفتنة النساء، ابتلي بفتنة عظيمة، ولكن الله سلم. فشاب أوتي شطر الحسن، نصف جمال الكون، في بيت امرأة العزيز. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، طلبت منه بتلطف، طلبت منه برفق وتلطف. وأحيانا الطلب بالرفق والطلب بالتلطف يكون أدعى إلى قبول الطلب. هكذا طلب من يوسف عليه الصلاة والسلام، حين يكون الطلب بعنف لا يؤتي أكله، لكنها راودته، طلبت منه بتلطف وتستر وخفاء، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هي التي طلبته وما طلبها، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أقبل وهلم وتعالى. فقال معاذ الله، قال معاذ الله، أستجير بالله، أستنجد بالله كي يحفظني، كي يسلمني، ألجأ إلى الله، ألتجئ إلى الله، أستعيذ بالله كي ينقذني، كي يحفظني. ثم بين فضل صاحب البيت عليه قائلا إنه ربي صاحب البيت سيدي، كيف أخون سيدي وقد أكرمني وأوصى بي خيرا، زوجك رب البيت سيدي أكرمني وأحسن إلي وأوصى بي خيرا، فكيف أخونه في زوجته، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، لا يظفر بمراده ظالم، لا ينجو من مرغوبه ظالم، فيفلح يفوز بالمطلوب وينجو من المرهوب، فالظالم لن يفلح، لن يدرك مطلوبه ولن ينجو من مرهوبه، إنه لا يفلح الظالمون. هكذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام، قال معاذ الله، إنه ربي
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فيا سبحان الله، نال هذا النبي الكريم منزلة عظيمة. وفي الحديث عن الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هكذا قال الصديق يوسف عليه السلام أو بنحوه: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. شاب نشأ في طاعة الله ودعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وكذلك كان بمثابة الإمام الذي كان أمينا على رعيته فيما بعد. اجتمعت فيه أسباب سبعة اجتمعت فيه الأسباب السبعة التي هي أسباب الإظلال في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها. همها به، مطاردتها له، همه بها حديث النفس، حدثته نفسه، ولكنه ترك ما في نفسه خوفا من الله ووجلا من الله. فالذي يخالف ما في النفس وينهاها عن هواها ويراقب ربه يثاب على هذا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول لملائكته: إذا هم العبد بسيئة فانظروا وارقبوه، إن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي، أي من أجلي ومن خوفي. فالذي يهم بالمعصية ويتركها ابتغاء وجه الله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى فإن الله يبدلها حسنة. ولذلك الثلاثة أصحاب الغار توسل أحدهم بأنه جلس بين رجلي بنت عمه وقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها فتوسل بتعففه عن الحرام ففرج الله عنه الكربة التي كانوا فيها. فهذه منقبة ليوسف عليه السلام، النفس تحدث، ولكنه كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا قال سبحانه: نهى يوسف عليه السلام نفسه عن الهوى. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما البرهان الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام؟ لم يثبت في ذلك خبر عن النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هناك أقوال للمفسرين لا تستند إلى كبير دليل. أورد المفسرون أشياء: أنه تراءت له صورة يعقوب وهو عاض على أنامله كأنه نادم، أي أنت يا يوسف تفعل كذا وأنت ابن نبي. وقيلت أقوال أخر أنه ظهرت له آيات وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لكن ليست بتلك الثابتة الأسانيد، أعني تفسير البرهان. الشاهد أنه رأى شيئا وذكر بشيء منعه تماما من اقتراف المحرم لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء، مقدمات الفاحشة والفحشاء الفاحشة. فيوسف الصديق عليه الصلاة والسلام صرفت عنه الفاحشة وصرفت عنه مقدماتها، فلا اعتبار بالإسرائيليات التي تروى في هذا الصدد
التي تلوث مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام بشهادة رب العالمين صرف عنه السوء وصرفت عنه الفحشاء، صرفت عنه المقدمات وصرفت عنه الفاحشة، وكذلك شهد إبليس له ضمنا بذلك. فقد قال إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف من المخلصين. وشهدت امرأة العزيز بذلك أيضا، أنا راودته عن نفسي فاستعصم، وشهدت النسوة له بذلك، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. فهنا تتهاوى الإسرائيليات المكذوبة التي تطعن في أنبياء الله الكرام، فيوسف صديق ابن صديق، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصناهم واصطفيناهم واجتبيناهم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ عن سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا عندي والدي مريض وحالته سيئة ولابد ندفع رشوة في المستشفى عشان تعمل له عملية، هل الرشوة دي حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني، بالنسبة للوقت اللي هو بتاع صلاة الفجر ما بين الأذان والإقامة كام دقيقة بالضبط؟ يعني الفجر عدا هنصلي بعد كام عشان نخش في التوقيت بتاع الفجر؟ عندنا في اختلاف بين الإخوة في الجامعة، بيقولوا لا ده لازم تقعد تلت ساعة في 10 دقائق وفي 5 دقائق، فأنا عاوز نعرف الوقت اللي ما بين أداء الفجر وما بين الإقامة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. وإياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الرشوة لتقديم موعد في مستشفى عن موعد المرضى الآخرين لا تجوز، لا تجوز، وإن كان هناك حالات اضطرارية فلتعرض على فريق من الأطباء هنالك، هم الذين يقرروا. أما الرشوة حتى تتقدم بموعد أبيك عن موعد غيره فلا تجوز. أما قدر كم بين الأذان الحقيقي وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآن في هذه الأونة، فما يقارب 10 دقائق أو ربع ساعة. ومن هذا المقام أناشد الأخ الدكتور طلعت عفيفي وفقه الله لكل خير وأحسبه شخصا أمينا، أناشده أن يراجع وقت الفجر الصحيح المثبت في التقاويم، لأن الناس وقعت في إشكالات الآن، والناظر يرى أن الخيط الأبيض من الخيط الأسود لا يتبين إلا بعد الأذان المثبت في التقاويم بما يقارب 10 دقائق إلى ربع ساعة. فليت الأخ الفاضل الكريم الدكتور طلعت عفيفي وفقه الله لكل خير يراجع هذه المسألة الهامة ويعمم القول فيها على المساجد، بارك الله فيه وسدده الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. بارك الله فيك. كنت عايز أسأل بس 3 أسئلة يعني ببساطة. كنت عايز أسأل حضرتك على بالنسبة لاتباع الجنائز لغاية القبور بالنسبة للنساء، بس ده هيبقى بخروج لبس شرعي طبعا، ويعني من غير السويت والحاجات اللي بتحصل من النساء دي. السؤال الثاني، أنا كنت عايز أسأل بس على الصلاة. أنت تسألي عن زيارة النساء للقبور أو عن زيارة اتباع الجنازة؟ اتباع الجنازة. نعم. السؤال الثاني بالنسبة للكفن، لو تصدقت بكفن ده يعتبر صدقة جارية؟ السؤال الثالث، هو أنا كنت عايز أسأل بس بالنسبة للشعر المتساقط يعني والأظافر بعد ما قصها، ده ممكن أرميهم فين؟ في أحيانا بسمع أنه ممكن أرميه في سلة المهملات، وفي أحيانا بسمع أرميهم في الحمام وممكن أدفنهم، فالأفضل والأصلح أعمل إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فهناك نهي للنساء عن اتباع الجنائز، ولكنها قالت ولم يعزم علينا، فالأفضل لك والأسلم لك في دينك ألا تتبعي الجنازة. أما عن الكفن كصدقة، الكفن يعد صدقة ولكن يوضع في مستحقيه، يعني يوضع للفقراء والمحاويج. أما الشعر المتساقط والأظافر التي قصت فترمى في سلة المهملات ولا جيء عليك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
لا عليك يا شيخ، انا كان عندي ولدين وبنت، ولد وبنت عايشين معايا في المنزل، وولد بعيد عايز يبعد عني من زمان، فهل استطيع ان انا اساعد حد فيهم او ان انا ادي حد هبه فيهم؟ هل ده يبقى انا ظلمت التاني ولا لا؟ عايز تفصيل بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهناك شيء اسمه الهبات المسببة، في حال وجود سبب يستدعي أن أعطي ولدا ما لا أعطي الآخر تجوز الهبات حينئذ ولا يجب العدل فيها. فإذا كان ثم ولد في الجامعة يحتاج إلى مصاريف أكثر من الولد الذي في الثانوية أو في الإعدادية، فلا بأس بالتفاضل والهبات آنذاك، لأن هذه داخلة في الهبات المسببة. وإذا كانت لك بنتان، بنت على في وقت زواجها والأخرى دون ذلك، فستجهز البنت ولا تلزم بالعدل آنذاك إلا إذا جاء وقت تزويج الأخرى على قدر سعتك. فالهبات المسببة تستثنى من العدل في الهبات، والله أعلم. السلام عليكم. عم الشيخ، انا مرة كبيره في العمر، عندي بنت كبيره يعني بتصوم وبتلد، وهات بتيجي بدها تصوم يعني تقضي من اللي هات ايام تقدرش تقول يعني توفي طول النهار، هذا يعني يوم تقضي هاي بيصير كان انها تعيد اليوم بيومين اذا افطرت، يعني هذه من دون رمضان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فاذا كانت تقضي ما عليها وأفطرت في يوم القضاء لعذر لمشقة فتعيد يوما مكانه فقط، وكذلك إذا كانت تصوم نافلة ليس هناك دليل ملزم على أنها تقضي يومين مكان اليوم، ولا أعلم لهذا أصلا، فالنافلة الصائم فيها حسب ما يرى حسب ما يرى. أما الفريضة فإذا أفطرت يوم الفريضة وأعادته وأفطرت في يوم الإعادة تعد يوما واحدا فقط، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت شيخ. نعم. أنا رميت كذا يمين طلاق، وقال لي سألت واحد قال لي لا اليمين ما يقعش غير لما يتسجل عند المأذون، فأنا رميت أربع أيمان طلاق. متفرقات متفرقات أيها الشاب. أيوه. متفرقات. أيوة متفرقات. ها واحد من أول الجواز بست شهور. بلفظ صريح. أنت طالق. أربع مرات. مرة أربع مرات، والخمسة طلقتها عند مأذون. أنت تعيش في الحرام منذ زمن بعيد، ابتعد عن زوجتك. أنت تعيش في الحرام منذ زمن بعيد، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويجزيك خير يا شيخنا. واياكم. لو سمحت يا شيخنا لي سؤال وطلب من حضرتك. تفضل. حكم الشباب يا شيخنا اللي بيتزوجوا من اجانب، ده سؤال. السؤال الحاجه الثانيه، نفسي يا حضرتك توجه رسالة بس لشيخنا الدكتور ربنا يبارك فيه الدكتور طلعت عفيفي، يهتم بأبناء المخوفين، لأن حضرتك احنا بنتخرج من كليات إسلامية وفي منا برضه حافظ القرآن ومتقنه وبالروايات، فاحنا لسنا نشتغل في وزارة الأوقاف في المساجد معنا في خيال، فنفسنا حضرتك بس توجه رسالة لشيخنا دكتور طلعت عفيفي لأننا حبينا المجال ده. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعن الزواج بأجنبيات لا بد فيه من التفصيل. إذا كانت الأجنبيات مسلمات فالزواج بهن كالزواج بالمصريات المسلمات سواء بسواء، ولا معنى للقوميات والعصبيات الجاهلية. وإني من هنا أنقم على عدة دول خاصة دول الخليج التي تمنع شبابها من الزواج بغير جنسهن أو بغير من هي من بلدهن إلا بتصريح، فهذا أمر محدث ولا دليل عليه من كتاب الله ولا دليل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فليس هناك دليل يحظر على الكويتي أن يتزوج بمصرية، ولا على المصري أن يتزوج بكويتية، ولا على السعودي أن يتزوج بمصرية، ولا على المصري أن يتزوج بسعودية، ولا على الليبي أن يتزوج بإماراتية، ولا على الإماراتي أن يتزوج بليبية. فهذه تفريقات من عمل الشيطان، وحرام ثم حرام ثم حرام. سن مثل هذه القوانين الباطلة التي تحرم على الناس ما أحله الله لهم. يجوز ثم يجوز ثم يجوز للكويتي أن يتزوج مصرية، وللمصري أن يتزوج كويتية، ويجوز أن يتزوج المصري سعودية، والسعودية أن تتزوج مصري. والقوانين التي تحظر ذلك تفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صنيع محدث. المنع إلا بتصريح صنيع محدث يجب أن يتقى الله فيه وأن يغدر هذا القانون الباطل. أما إذا كانت الأجنبية كافرة برب العرش ملحدة فلا يجوز التزوج بها، وإن كانت حتى مصرية كافرة برب العرش لا يجوز الزواج بها، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أما إذا كانت يهودية أو نصرانية، فإذا كانت عفيفة يجوز الزواج بها وإن كانت على دينها، لأن الله قال في كتابه الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ولقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك فقال: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورعاكم وجعل ما تقومون فيه في ميزان حسناتكم. ولك بمثل. عندي مجموعة من الأسئلة لو أذنتم فضيلة الشيخ. اتفضل. أولا، هل يجوز إعطاء زكاة المال للأهل الفقير؟ ثانيا، ما حكم السبحة مع العلم أن أمي حفظها الله وأطال الله في عمرها لا تستطيع أن تتركها أي سبحة، وتسأل هل ما تقوم به مخالف للشرع أم أن على صواب؟ السؤال الثالث، ماذا يقال عند رؤية جنازة النصارى، وهل يجوز للمسلم أن يمشي مع موكب الجنازة؟ السؤال الرابع، ما هو طول الشرعي للمنبر الذي يخطب عليه الخطيب يوم الجمعة؟ وفي الختام عندي طلب، أرجوك أن تدعو لصديقي أن يصلح الله بينه وبين زوجه وأن يطرد شياطين الإنس والجن من بينهم، وأسألك أن تدعو الله لي بالشفاء العاجل إن شاء الله. حفظكم الله ورعاكم وأحبكم في الله وجعل ما تقومون في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأعطاك الله سؤلك من الخير، اللهم آمين. هذا وعن إخراج الأخ الزكاة لأخيه، فلا بأس بذلك إذا كان من أهل الاستحقاق، كان من المصارف الثمانية، يجوز إخراج الزكاة له. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران. أما عن السبحة فليس فيها أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا حظرا ولا منعا. فإذا كانت أمك لا تستطيع ضبط العدد إلا بالسبحة فلها أن تسبح بها، والأولى إذا كانت تستطيع ضبط العدد باليد أن تعقد التسبيح بيدها، لأن هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ماذا تقول عند جنازة النصراني وهل يجوز اتباعها؟ فلا أعلم نصا يقال عند جنازة النصراني. أما حديث إذا مررت بقبر مشرك دوسي أو قرشي أو عامري أو ثقفي أو أنصاري فبشره بالنار، حديث ضعيف. أما هل يجوز اتباع جنازة النصارى؟ نعم، يجوز اتباعها إذا لم يكن هناك صليب يتقدم كما يصنع في بعض البلاد. والاستدلال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات ويحسن لشواهده، قال: اذهب فواره. أما ما هو الطول الشرعي للمنبر فهذه مسألة ليس فيها نص، وإني هنا في هذا المقام أخطئ كثيرا من الإخوة الذين يلزمون بطول معين للمنبر، فالنبي لم يأمر أبدا بطول معين للمنبر، ولم يأمر حتى المرأة بأن تصنع له منبرا من ثلاث درجات، إنما جاء توافقا.
فقد كان يخطب على جذع نخلة فقال لامرأة: مري غلامك النجار يصنع لي أوادا أقوم عليها. فصنعت له منبرا. ورد في بعض الطرق أنه كان من ثلاث درجات، لكن هذا توافق ليس بلازم، لكن يكره أن يكون المنبر يقطع الصفوف، يكره أن يكون المنبر يقطع الصفوف. فارتفاع المنبر وانخفاضه بقدر حاجة الناس، بقدر حاجة الناس، وليس هناك نص ملزم بارتفاع معين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الكريم؟ الحمد لله، بارك الله فيك. قرأت اليوم في الأهرام أنه في لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى أثير جدل حول مسألة الختان، وسأل الشيخ أحمد تركي إمام مسجد النور عن حكم الختان، فقال أنه يصل عنده للحرام. فما رد فضيلتكم على كلام هذا الرجل؟ الأدلة الشرعية، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغض النظر عن ثبوت الكلام من عدمه عن الشخص المذكور، فأنا لا أعرفه ولا أعرف هل قال ما ذكرت أم لم يقل، ولكن أيا كان القائل إن الختان حرام فهذا قول مؤتفك، قول مأفوك، مكذوب على الشريعة، قول من قال إن الختان حرام. فالقول هذا قول مهجور وشاذ، وشاذ، بارك الله فيك. أما عن تفصيلات الختان، في رجال معلوم حكمه، وأن رجال يختتنون وهي سنة الإسلام وسنة المسلمين. هذا وقد أمر الخليل إبراهيم أن يختتن وابن 80 سنة بالقدوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أما عن النساء وحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء أو مكرمة للنساء، فحديث ضعيف، لكن استنبط البعض من هذا الحديث الذي سلف: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الختان للنساء. لكن على أي حال الذي تستقر إليه نفسي أن أمر ختان النساء يرجع إلى الطبيبة ونظرها إلى احتياج الفتاة لذلك من عدمه، فإذا رأت الطبيبة أن الفتاة تحتاج إلى ذلك اختتنت الفتاة حتى يعتدل المزاج، وإن رأت الطبيبة أنها ليست في حاجة إلى ذلك فلا تلزم به، أعني ليس بواجب. أما القول بأنه حرام مطلقا فهذا قول مأفوك عياذا بالله من الإفك، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير يا شيخ. وإياكم. حقيقة بس ببدأ بكلمة مقدمة بس، وبعدين بعطي الكلام النص المهم. الدوار الجواد الأبيض شمال جدة باتجاه الجنوب كوبري الخشب، الدخلة نفسها على اليمين، 5 عمارة على اليمين، هذا منزلي أنا عبد الله ورسوله المزمل المدثل، تعالوا عندي أدرس رسالات ربي، والله تنحل مشاكل كوكب الأرض كاملة وما حملت من كائنات الله سبحانه وتعالى. ما سؤالك؟ سؤالي يا فضيلة الشيخ، صدق أحتاج من يعيني على دراسات رسالات ربي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. بالنسبة للحسد، كنت عند قريبة لي وأنا أجلس، فجأة قالت لي: وشك منور ولم تقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مع أني علمتها تقول كده عندما ترى شيئا طيبا في نفسها أو في غيرها. وأنا دلوقتي بقالي حوالي 4 سنوات أتلخبط في السجود إلا إذا كتفت عن الدعاء، فماذا أفعل؟ على أي حال ارق نفسك بصورة قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ادفلي في يدك، واقرأي الصورة وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك. أضيفي إلى ذلك الدعاء بالشفاء، وإن أردت منها أن تغتسل تتوضأ ويؤخذ ماءها ويصب على جسمك فتلك سنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، وإذا استغسلتم فاغتسلوا، أي إذا طلب منكم الغسل فاغتسلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله الشيخ، أنا عندي ولد عمي أنا أكبر منهم بحوالي 8 سنين أو 6 سنين، يعني كان عمري أنا 6 سنين وعمي يتجوز. والسؤال فولد عمي رضعين مع أخواتي.
سؤال. أولاد عمي رضعين مع أخواتي. علم هل يجوز الجواز أنا من أولاد عمي البنات؟ لا يعني أنت كلمة أولاد عمي يعني الذكور، لكن بنات عمك رضعوا من أمك؟ مش كلهم. طيب أنت رضعت من زوجة عمك؟ لا. طيب البنت التي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها يجوز لك أن تتزوج بها؟ يجوز لي أن أتزوج عنها. التي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبي؟ الحمد لله. عندي لدي سؤالين إن شاء الله. تفضلي. ما حكم من ينذر نذرا ولم يستطع أن يوصي به؟ السؤال الثاني، ما حكم من يحلف بالطلاق على دخول بيت أبيه وهو لسه ما دخلهوش لغاية دلوقتي ما قصر ذلك إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله مثلا. من نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به، إذا كان نذر لجاج فينزل بمنزلة اليمين، كما يقول والله لا أفعلن، كأنها يمين، فكفارة النذر كفارة يمين. أما من قال مثلا لله علي أن أصوم شهرا ولم يستطع الصيام، هل يكفر كفارة يمين أم يطعم مكان كل يوم مسكينا؟ فيه الوجهان، أحوطهما أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. أما من حلف بالطلاق ولم يفي فعليه كفارة يمين فيما أختاره من أقوال العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك أنا عندي ثلاث أسئلة. سلي. السؤال الأول، إن في حديث صحيح ورد عن النبي أن الجمل خلق من الجن. والسؤال الثاني، إن للذكر مثل حظ الأنثى من ميراث الأم. ثالث سؤال، إن الخنزير الكلب أنجس من الخنزير. وجزاكم الله خيرا. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما حديث الإبل خلقت من الشياطين فهو موجود، ولكني اطلعت على بعض علله فنظرة إلى ميسرة لتحقيق القول في علل هذا الحديث. أما هل للذكر مثل حظ الأنثيين من ميراث الأم؟ نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين من ميراث الأم أو من ميراث الأب. أما هل الكلب أنجس من الخنزير؟ لا، الخنزير نجس كله، لكن أحيانا هل لعاب الخنزير كلعاب الكلب يغسل 7 مرات أولهن أو إحداهن بالتراب؟ فتلك التي فيها بعض النزاع. أما في الجملة فالخنزير أنجس من الكلب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لا سمعت، عندي حادثين واحد ثلاثة. نعم. إذا رأيت رجل يعتدي المزاجة في شهده له باليمين، الحديث صحيح؟ والحديث الثاني؟ والحديث الثاني سيادتك، اللي هو من صلى ركعتين الضحى وقعد لحد الضحى هل يحسب بالحج وعمره؟ والسؤال الثالث، ما حكم تفريج على مسلسل سيدنا يوسف عليه السلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فحديث ضعيف الإسناد، لكن مع أنه يصح لقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا هو حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامة. فالمستقر عندي الآن ضعف هذا الحديث، وإن كانت من السنة المكث في المسجد حتى تطلع الشمس، فثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر ثم يمكث في مصلى حتى تطلع، يذكر الله حتى تطلع الشمس. حسنا، أما الأجر عمره وحجة تم، فالمستقر عندي الآن ضعف هذا الحديث، والله أعلم. أما النظر إلى مسلسل الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام فأراه محرما لما فيه من تقولات وأكاذيب منسوبة إلى نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم، ولما في تصوير شخص لا يقارن أبدا بيوسف عليه السلام، ثم إنه منهج محدث. هذا والشيء بالشيء أذكر، فقد بلغني أن هناك مسلسل معد
ومعروضنا على وزارة الإعلام والله أعلم بصحة الخبر من عدمه يتعلق بسيد قطب رحمه الله. وإني أذكر بأن مثل هذا المسلسل لا ينبغي أن يخرج أبدا، لأنه سيقوي أمر فئات من فئات الضلال كجماعة التكفير وجماعة التوقف والتبين. فهذا المسلسل سيقوي أمر الرجل، والرجل رحمه الله كتاباته فيها أقوال تنفع لكن فيها أقوال مضرة جدا، فإنه يصف في كتابه في ظلال القرآن المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية في الجملة وليست بمسلمة في الجملة، ويقول مقالات خطرة وعرة جدا في كتابه. فأخشى من وراء هذا المسلسل أن يقوي أمر الجماعات المبتدعة والجماعات الزائغة، فقل من الناس من يستنبط الصحيح ويميزه من الضعيف، ويستنبط المعتقد الصحيح ويميزه من المعتقد الغير صحيح. فعلى سبيل المثال أذكر أنه يقول في تفسير سورة يوسف في معنى العبادة وكذلك في معنى الدين، يذكر شرحا لمعنى العبادة: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، إلى آخر ما قال في هذا الموطن وفي غيره من المواطن. يقول فيما قال بعد أن فسر العبادة وفسر الدين: خير ومن لم يعتقد هذا لا يدخل في دائرة الإسلام. ويقول مستطردا: وخير لنا وللذين يلتمسون المعذير للناس أن نخبر الناس أنهم ليسوا في دين الله أصلا، فقد توزهم هذه هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام، وفي ذات الوقت نكون قد أسقطنا ما علينا من تبعات ضلال هؤلاء الجاهليين. فيصف المجتمعات بالجاهلية في عموم كتاب ظلال القرآن. فأنبه ثم أنبه ثم أنبه أن المسلسل من أصله لا يجوز لاعتبارات متعددة، وهذا المسلسل على وجه الخصوص سيؤدي إلى فتن، هذا الذي أذكر به والله أعلم بالصواب. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الله من قدرك وأنفعنا بعلمك حضرتك. أول سؤال حضرتك، السؤال الأولاني: هل من حسن أخلاق المسلم استغلال بعض النساء اللي عندهم حروب، بمعنى اللي هم لو على الحدود حضرتك، بعض الناس زي إخواتنا في سوريا، إخواتنا في كذا، بيستغلوهم واخد بلد بجواز شرعي أو في عفوا هل الزواج بالسوريات الوافدات حرام؟ لا أنا بقول يا فندم استغلال، أنا أقصد يعني بمعنى استغلال، استغلال ممكن جواز غير شرعي حضرتك. لا جواز غير شرعي بأسلوب فيه استبزاء يا فندم. أكمل الفكرة حضرتك. اتفضل حضرتك. بمعنى يعني أسلوب الحاجة، ده اللي أنا أقصد أقوله، لكن الجواز مش حرام ولا حاجة، أنا ما أقدرش أقول كده، يعني بأسلوب الحاجة، بمعنى هي ممكن تكون ما فيش حل قدامها إلا كده، ممكن تكون عاوزة مساعدة لكن هو بيستغلها لأمور معينة. ده السؤال، أتمنى أكون وصل لحضرتك. السؤال الثاني حضرتك: هل الانشقاقات الموجودة في حزب النور لها أمور شرعية ما تبنتش عليها الحزب النور أو الأحزاب الإسلامية اللي هي حضرتك دخلت في العمل السياسي وثبت العمل؟ في شيء ثالث، في شيء ثالث. السؤال اللي بعديه حضرتك: هل الحاكم اللي موجود ديننا دلوقتي ما درجة المطلوبة منه في تطبيق شرع الله؟ يعني امتى نقول الراجل ده هو جزاه الله خيرا ما قدرش يطبق حضرتك وخلاص احنا ممكن نعذره؟ بارك الله فيك، بس لضيق الوقت اخواني يقولون الوقت نهايته قد ازفت، فلذلك أعذرني لأن الإخوة يناشدونني بأن الوقت قد قارب الانتهاء، فأقول وبالله تعالى التوفيق: سلف وبينا أنه يجوز أن يتزوج المصري بسورية، ويجوز أن يتزوج السوري بمصرية، ويجوز أن يتزوج المصري بكويتية والكويتية بمصري والمصري بسعودية والسعودية بمصري، وأي قوانين تخالف هذا قوانين محرمة ليس لها مستند من كتاب الله ولا مستند من سنة رسول الله، ويتحرم على الناس الحلال الذي أحله الله. فإذا كان المصري سيتزوج بسورية من الوافدات ويقسط لها في الصداق، يعطيها في الصداق غير بخس، فهذا أولى من أن ترتكب المحرمات. بارك الله فيك. هذا أما عن حزب النور، فسل أهل الحزب
فإن الوقت لا يسمح بالتفصيل في هذه المسألة. بارك الله فيك. هذا وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة كما هو المعهود عنها، وأن يبارك في أصحابها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يكلل مساعيهم بالتوفيق. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخ الدكتور محمد ابن مرسي، وفقه الله لكل خير، أن يوفقه لشرع الله سبحانه، فلا زلت أطالبه بأن يتقدم من الشريعة ولا يتأخر عنها. وربك يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا وأحذره من الديمقراطية، فالديمقراطية تردي وآراء الشعوب تردي وتهلك، إنما الذي ينجينا امتثال شرع الله سبحانه وتعالى، امتثال كتابه وامتثال سنة نبيه. أما امتثال آراء الشعب فبئست الاتجاهات التي فيها امتثال لآراء الشعب إذا كانت مخالفة لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وناشد الأخ الرئيس وفقه الله لكل خير، وكذلك وزير الأوقاف وفقه الله لكل خير، بأن يوقف العمل أثناء الصلاة حتى يتسنى للعاملين وللموظفين ولأصحاب الهيئات أن يصلوا الصلاة في وقتها، وهي سنة حسنة. ليت الأخ الدكتور محمد مرسي وفقه الله يبادر إلى هذه البادرة، وليت الأخ الدكتور طلعت يوفق إلى هذه البادرة في وزارته، فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وأنصح النصارى بالتوبة إلى الله من الكفر الذي هم فيه ودعواهم أن المسيح ابن الله، وأن يتوبوا إلى الله ويسلموا، فالمسيح ما هو إلا عبد لله ونحن جميعا عبيد لله عز وجل. وأنصح الصوفية بالتوبة إلى الله من شركهم وضلالهم بقولهم مدد يا رسول الله مدد يا بدوي، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، لا يكشفه أحد سوى. هذا وأسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أكثر من ذكر الله وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد المظالم إلى أهلها، وأكثر من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل القصص التي ذكرت.